السلام عليكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض لكم أبرز ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص العراق، وننتظر مشاركاتكم مشاهدينا الكرام من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم. في البداية مشاهدينا الكرام، نبدأ من التظاهرات التي أطلقها خريجون تربويون وإداريون أمام مبنى مجلس محافظة ميسان للمطالبة بالحقوق. طبعا هذه التظاهرات تعرضت إلى القمع من قبل قوات مكافحة الشغب بحسب ما وثقته لقطات مصورة للحظات الاعتداء، وتظاهر الخريجون من كافة الاختصاصات أمام مبنى محافظة ميسان للمطالبة باستثنائهم ضمن الدرجات العقدية المخصصة للمحافظة أسوة ببقية المحافظات العراقية بعد حصولهم على موافقة الحكومة بالاستثناء، محملين الجهات الرسمية داخل المحافظة مسؤولية تجاهل أصواتهم، ومؤكدين أنهم لن يتنازلوا أو يسكتوا عن حقهم إلا بالحصول على هذا الاستثناء. لنشاهد اللقطات التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي من محافظة ميسان. نكمل مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع ثاني، لكن نبقى في محافظة ميسان حيث اعتدت قوات مكافحة الشغب بالضرب المبرح بالعصي والهراوات على المهندسين المعتصمين أمام شركة نفط ميسان المطالبين بالتعيين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بكسور ورضوض. لنشاهد. نتابع التعليقات على هذين المقطعين مشاهدينا الكرام وهذا الموضوع في موقع فيسبوك. صادق يقول: مع الأسف والله خطية حقهم، وين بالتعيين؟ ناس درست وتعبت وتالي تهان بالشارع، احنا عراقيين كلنا أخوة، واحد يعرف معاناة الآخر. تعليق من حسام يقول: كافحوا السلاح المنفلت بدل ما تقمعون هذول المساكين المطالبين بالتعيين. وتعليق من نادية تقول: هل من الأخلاق أن يعامل الخريج المطالب بحقه بهكذا معاملة؟ وأم علي تقول: مطلبنا الاستثناء
مطلبنا الاستثناء وما نتراجع لحين استحصال حقنا. نتابع موضوع ثاني مشاهدينا الكرام ضمن هذه الفقرة مع حضراتكم. أقرت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أن أبرز المشاكل التي تعاني منها السجون في العراق هي الكثافة العددية داخل الزنازين. وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي أن الشكاوى عدة ما زالت ترد بشأن الانتهاكات داخل السجون ضد المعتقلين، لافتا إلى أن بعض السجون يتم سجن النزلاء فيها فوق طاقتها الاستيعابية بأربعة أضعاف أو أكثر. وقلل الصالحي في وقت سابق من إمكانية حل ملف السجون وما فيه من انتهاكات أو ما فيها من انتهاكات، معتبرا أن أي رئيس وزراء لا يستطيع حل هذا الملف، وأن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية خلال زياراتها إلى السجون حددت الكثير من الانتهاكات. لكن عند إثارة هذا الموضوع تقف قوى سياسية بوجهنا، ويحذر مراقبون من تداعيات اكتظاظ السجون في العراق لما لها من جوانب سلبية خطيرة على الصحة والسلامة البدنية والنفسية للمعتقلين. طبعا يعود هذا التكدس البشري بحسب المراقبين إلى استمرار عمليات الاعتقال العشوائية التي تمارسها السلطات الحكومية، مع عدم حسم دعاوى كثيرة من قضايا المعتقلين وكذلك الإفراج عن الذين أكملوا مدد محكومياتهم. وفي هذا السياق أكدت والدة أحد المعتقلين استمرار التظاهرات المطالبة بإقرار قانون العفو العام والإفراج عن أبنائهم المعتقلين في السجون الحكومية التي تخلو من أبسط حقوق الإنسان كما تقول. لنشاهد. عرفوا أنه والله طلعتنا حق وصوتنا حق ومطلبنا حق، ووقفتنا هاي تعتبر، وجاينا شهر فضيل وولدنا سنة جديدة ورمضان جديد من الضيم والقهر المستمر عليهم. عرفوا أنه إحنا حتى لو بالبرلمان ودا يوقعون ودا يصوتون ويجي وقت مظاهرة نطلع فندافع على ولدنا، لأن لو ما طلعتنا ولو ما صوتنا ما حد انتبه. أكو مساكين دا تموت بالسجون، أكو مظلومين دا يموتون بالسجون وماتوا فعلا، ولحد الآن كوما ماتوا، وما يعني ما حققوا العدالة ولا طلعوا ولا اشتموا الهوى، طبوا للسجن طلعوا جنازة. فطلعتنا ندافع على الباقين، على أولادنا اللي شبابهم اندمر، نروح نشوفهم سنونهم دا توقع، شعرهم دا يشيب، وجههم دا يصفر، ما ظل بيهم. اليوم أنا والله يعني تعبانة وجاية من مواجهة، أنا أقول لك يا أم المسجون يا أم المظلوم لا تدورين راحتك، يا ما سنين أنا عيدة، لا تشترون راحتكم بتعب ولدكم. والله انه العالم كله دا يباوع علينا وعلى طلعتنا وعلى مطلبنا، واحنا الا ناخذ حق ولدنا، والحقوق تؤخذ لا تعطى، ما حد يجي يعطيك الحق بايدك، ما حد يقول لك انت بالشمس لو بالفي، اذا ما ناخذ حقنا ما حد يعطينا اياه، والله ما حد يفكر بولدنا. نكمل مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، ننتقل الى مقطع اخر، حيث تظاهر عدد من ذوي المعتقلين في العاصمه بغداد للمطالبة بإقرار قانون العفو العام وإطلاق سراح أبنائهم المعتقلين الذين اعتقلوا دون وجه حق. لنشاهد. نطالب بالعفو العام، 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 نطالب بالعفو العام.
ظلم كافر، هذا المعتقل، هذا ظلم كافر، هذا المعتقل، هذا ظلم كافر، هذا المعتقل، هذا ظلم كافر، هذا المعتقل. نكمل مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر، حيث طالب أهالي المعتقلين الحكومة بتنفيذ وعودها وإقرار قانون العفو العام والإفراج عن أبنائهم المظلومين في السجون، متسائلين ألم تشبع الحكومة على مدى 20 سنة من ظلم الأبرياء القابعين في سجونها؟ خلونا نسمع. طالب العفو العام عن المعتقلين الأبرياء، كافي ظلم الحكومة، ما شبعتين من الحوامين، كافي انتونا ولدنا الله أكبر 23 سنة ما عفو، ولدنا بس في السجن. نطالب رسالة المثل من دلاوي، نطالب أستاذ محسن من دلاوي، وين وعودك؟ عبد الكريم عطان، وين وعودك؟ وحدة جميلي، وين وعودكم؟ بعد ليش ما عندكم كلمة؟ ترى الشعب مصدر السلطة، اللي صعدكم ينزلكم. احنا الشعب بتا، يا الشعب دلاوي، يا عبد الكريم عطان، الشعب بتا، مو حبايبكم، الشعب بتا. اليوم احنا طالعين شارع الخضراء باكر ببيوتكم ندخل، بمكاتبكم ندخل، كافي. حتى افراج الشرطه شنو شلتوه؟ حس السلوك بعد ماكو حد يستجيب، كانه صار عليه حكم ثاني. كافي وياكم يا نواب، احنا لعبه، جبناكم احنا البصمنا عليكم احنا اللي خليناكم. كافي راحوا معاناة هاي الناس، هاي الشيبه الكريمه راحوها، ما لها تقدير، ما لها تقدير عندكم. الله اكبر، ما لها تقدير لا للشيبه ولا الرجل الكبير. طبعا احنا عدة مرات ناشدنا بالقنوات بالفضائيات، واحنا نطلب من رئيس مجلس النواب مثل محسن المندلاوي ينظر قضيتنا بقضيه السجناء المظلومين، واحنا مظلومين. احنا عدة مظاهرات، هي مظاهره سلميه سلميه، وهذا العلم العراقي احنا شايلينه، احنا نستشهد بهذا العلم العراقي، احنا جايين مضحين على ولدنا، احنا جايين على حق وليس باطل. خلينا نقول قضيتنا، قضيه اولادنا، قضيه مصير اولادنا. نتابع التعليقات مشاهدينا على هذا الموضوع. بسمة تقول: نحن عوائل السجناء المظلومين تطالبكم باسم الإنسانية، نطالبكم باسم الإنسانية بإدراج قانون العفو العام. يجب أن تتخذ خطوات حقيقية بإدراج القانون لإنصاف الأبرياء والمظلومين وعدم تسويف مطالب شريحة كبيرة. نطالبكم مرة أخرى بإعادة النظر بالقوانين التي يتم إدراجها وإعطاء الأولوية للقوانين المهمة. تعليق من مصطفى يقول: الله ينتقم من كل ظالم، حسبي الله ونعم الوكيل. وعبد العزيز يقول: العفو العام وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء مطلب كل العراقيين. ولدينا تعليق من ملاك تقول: نطالب بإدراج قانون العفو العام من ضمن أعمال مجلس النواب لإنقاذ أولادنا من الموت والأمراض المنتشرة والإهمال الصحي المتعمد واكتظاظ السجون لكثرة أعداد السجناء الأبرياء. نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم مشاهدينا الكرام من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم. معنا السيد أبو سمية من الأنبار، تفضل يا أبو سمية، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السيد الكريم، نهج هذه الحكومة الطائفية الفاسدة تجاه السجناء أصبح نهجا ليس موجها تجاه المجرم، بل أن هذا النهج وهذا الحقد توجه إلى المجرم وإلى عائلته إن كان مجرما. السيد الكريم، نحن لا ندافع عن المجرم، المجرم يأخذ الجزاء، لكن ما ذنب عائلته أنها تتحمل الكثير من التكاليف لمصاريف ابنها المسجون، وتتعرض إلى الابتزاز، وتتعرض إلى المساومات على حساب أعراض بعض النساء، وهذا بشهادة الكثير من الأمنيين الذين عندهم غيرة على العراقيين، وبشهادة السجناء أنفسهم، وبشهادة الكثير من عائلات السجناء. سيد الكريم، أصبحت تجارة، وكم من الحقائق قد تسربت عن التجارة التي تحدث داخل السجون العراقية، منها تجارة المخدرات التي يجبرون السجناء على
الانخراط بها. نعم. ومنها تجارة أخرى بأمور لا أخلاقية داخل السجون التي تكون بعلم هذه الحكومة المتواطئة مع كل شيء لا أخلاقي. طيب أنا عندي سؤال سيد أبو سمية. ذكرت في بداية حديثك أنه إذا كانك مجرم يجب أن يأخذ جزاء العادل. طيب ألا يجب أن يأخذ الجزاء العادل من المذنب ومن المجرم، ووضع العدالة أو العدالة تأخذ مجراها وفق محاكمات مستقلة شفافة عادلة، يعرف حينها المجرم من البريء؟ طيب كيف يمكن معرفة من الذي ارتكب الجرم وكيف ارتكبه وفق أدلة ووفق شهود عيان، مو وشايات كيدية ولا شهود زور، شهود عيان وأدلة وإثباتات تؤكد أن هذا الشخص إرهابي، تاجر مخدرات، تاجر بأعضاء بشرية، سوى كذا سوى كذا. إحنا عندنا محاكمات عادلة، عندنا محاكم شفافة ونزيهة وتحق الحق. سيد الكريم، العدالة في التعامل في القانون العراقي قد توفيت من زمان، وهذا أصبح معلوما عند الشعب العراقي. الشفافية والاستقلالية في القضاء انعدمت، لا توجد استقلالية ولا شفافية في القضاء، فهناك لا زالت هناك اعتمادات على وشايات المخبر السري. وهناك نعرف من المظلومين من حكموا بسبب تسلط حزب وبسبب توجيه مسؤول فلاني. سيد الكريم، من الأمثلة التي حدثت لصيقة مني هو أن أحد المواطنين انتقد حماية لقريب برلماني تم حكمه لعشرة أيام. لماذا؟ لأنه انتقد أحد أفراد حماية أخ لبرلماني، ليس لبرلماني. نعم. يعني هذا أخ البرلماني عنده حماية، وعندما انتقده أحد المواطنين على الفيسبوك تم سجنه لعشرة أيام في ظل هذا القانون العاهر. شكرا جزيلا سيد أبو سمية من الأنبار. نسمع رأي السيد عبد الرزاق من بابل. سيد عبد الرزاق حياك الله. محمد الشيع السوداني لما استلم الحكم قدم ورقة إلى البرلمان وذكر فيها نقاط كثيرة، من ضمن البنود التي تحدث عنها ووعد بحلها محمد الشيع السوداني هي قانون العفو العام. ليش إلى الآن برأيك لم يقر هذا القانون رغم تعهد رئيس الحكومة بإنهاء هذا الملف؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، بالنسبة لرأي الحكومة العراقية مصادر، أنت تعرف كل الزيان رئيس الحكومة هو على يعني وجود دمية لا أكثر ولا أقل. القرار مصادر من جهات خارجية هي اللي تتحكم بالقضاء العراقي، هاي معروفة. يعني هواي يعني من الأمور اللي دخلت بها دولة جارة للعراق، أساءت للعراق، أساءت إلى كل قطاعات العراق ومنها القضاء. فالقضاء قرار مصادر لا يم السوداني ولا إلى دخل به ولا يعني يقدر. طيب ليش طرح هذا الموضوع وهو أصلا تم اختياره وفق التوافق والمحاصصة وما بحاجة أنه يطرح هذا الموضوع؟ كسب التعاطف الشعبي عادة يكون قبل الانتخابات مو بعد أن تنتهي هاي الانتخابات، بغض النظر عن طبيعتها وبعد أن تحدد الشخوص التي ستدير العملية السياسية. هو ليش طرح هاي النقطة ضمن برنامج السياسي الحكومي وقال وتعهد بحلها؟ إذا هو مثل ما تفضلت تقول عنه أنه هو مسير وليس مخير وهو عبد المأمور مثل ما يقولون، ويعني هذا الموضوع سيظل معلقا، إذا ليش يطرح أمام الرأي العام؟ شنو الهدف منه؟ الرجل كان مضحوك عليه يعني من قبل المجموعة اللي تدير الحكم وياه بالسلطة. يعني دفعوه بأنه أنت لك نعطيك حرية القرار واتخاذ الإجراءات، فالرجل صدق. فمن شاف نفسه بعدين بأنه أي قرار ما إله إلا طيب. يعني زيارات شكلية لا أكثر ولا أقل. أريدك بس تبقى وياي دقيقة يا سيد عبد الرزاق. عندنا سيد أحمد من بغداد يتصل حاليا
من داخل احد السجون. ابقى وياي يا سيد عبد الرزاق حتى بس نسمع سيد احمد من بغداد. تفضل حياك الله. السلام عليكم سيد احمد. وعليكم السلام. تفضل يا احمد. سيد اني نزيل سجن بغداد المركزي. نعم. اريد تعبونا هسه يوميا يقول لنا جاي لجنه رايت القنصر ماكو عفو ما نعرف هسه يعني يوميا جاي يحكون علينا. عندنا اكتظاظ صار بالسجن يعني زنزانه طولها 3 مترات عرضها مترتين ونص احنا بيها 28 نفر. والله العظيم ما نقدر ممر هيك اريد لنا ممر شبرين ما نقدر بالقران. نعم. الوضع الصحي للسجناء المعتقلين بهاي الزنزانه شلون؟ خلونا يوم بالاسبوع. يعني مثلا اليوم الردى واحد باكر الختم 8 هيك وهذا اليوم بي ساعتين ونص ماكو فايده هو هذا كبسول يمكن منتهيه صلاحيته. نعم. وعصارات هاي تعبانه ويعني مرات نحصلها مرات ما نحصلها يعني صور عندنا اوبر مرات نطبق اوبر. عندكم حالات مرضيه مزمنه احمد؟ موجود عندنا تسرين عندنا الجراب كل شيء موجود. تعرضون على لجان طبيه؟ وانا كل لجان طبيه رحمه الوالده هسه انا اريد اروح للطبابه يراد اسبوع نوقف الباب يلا يطلعونا يعني لازم اوقف السبت للخميس يلا يطلعونا. شنو الانواع يعني تتعرضون لاعتداءات انتهاكات تعذيب؟ لا ما تعذيب هاي مرحله راحت حاليا احنا السجن اصلاحي. طيب مرحله التعذيب كانت قبل بالتحقيق. تمام. قبل لا نصعد المحكمه كان هاي بالله الاعترافات بس اكو مظلوميه كبيره حيل. نعم. وخاصه بالمخدرات المظلوميه انا شفتها بالمخدرات مظلوميه كلش كبيره يعني والله العظيم 90% من المخدرات ما عندهم شيء. من الموجودين بالاعتقال ما عندهم شيء. والله العظيم هسه احنا دعاوى مدنيه ما نقول لك احنا بريئين ارتكبنا ذنب وغلط. نعم. صحيح سرقه البينه او البينه مزور على مشاهده او جنسيه بس ال نعم. شلون اقول لك يعني المظلوميه الظلم اللي شفته دعاوى المخدرات. طيب انا اريد اسالك انت اشكرك طبعا على صراحتك احمد. اريد اسالك حاليا يتواجدون وياك داخل زنزانتك ابرياء دخلوا الى المعتقل بلا ذنب؟ هوايه والله نعم. العظيم هوايه. شنو اكثر الاحكام الاحكام المحكومه عليهم حاليا اللي موجوده سجل بغداد المركزي؟ نعم اليمك اللي تعرفهم اللي تتكلم وياهم. احنا دعاوى مدنيه واحد والمخدرات عازيهم واحد. نعم. بس انا هم رحت للمخدرات بقيت سنه بالعامريه. نعم. سجن العامريه. نعم. اي يعني شغلك مو يقولون هذا السجن مال السماوة والخناق. اي. بس انقص سجن شفته بالعالم مو بالعراق. سجن العامريه، التحقيق مال العامريه. نعم. والله العظيم رحت هناك شفت ما شايف يعني واحد تصور لازمين بجيبه جدا اللي هو يعترف تجاره وانحكم 10 سنين. طيب. واحد انحكم مؤبد بالقران ذول ما عندهم مبارز جرميه. اريد اسالك سؤال يمكن هسه البعض اللي يشاهد ويسمع يقول وينكو معتقل يخابر وشايل التليفون ويتكلم براحته. باختصار ممكن تقول لي شلون حصلت على التليفون ودا تخابر؟ شنو اللي دفعته من ثمن؟ لا التليفونات عندنا لا اقول لك اعطيت فلوس وطلعت اخابرك ولا شيء. لا احنا عندنا تليفونات نشتري. لان شنو قبل كان عندنا اتصال كل 10 ايام. نعم. حاليا صار لنا 3 اشهر ما حد طالع للاتصال. فيم نضطر نشتري تليفونات نضطر. نشتري تليفونات. من يبيع لكم اياه؟ من يبيع لكم اياه؟ احتياج المكتسبين من يبيع لنا اياه؟ تمام بيش ينباع لك التليفون يا احمد؟ والله اكو تليفون بقد الجداحه اقل من الجداحه نشتري 700,000. اي نشتري. والشحن مضطرين عنه مضطرين حقك. والشحن حقك تمام. مضطرين نشتري ومضطرين ناجرك وعلى ما عاد امكانيه تشتري فتاجر. تمام. موجود مثلا ايجار مثلا الساعه 5000. نعم. طيب انا راح اسالك سؤال ثاني احمد اذا تسمح لي وارجو المعذره. أيوه. اني داخذ من وقتك ومن فلوسك الله يكون بعونك. لا براحتك احمد. انا ملينا عمي وزير العدل
وزير العدل يقول ماكو بعد شيء اسمه زنزانات في اي بي، هذا الكلام قبل لا اتولى الحكم، شنو ردك على هذا؟ معقوله خلاص انتهت ماكو في اي بي؟ زين اجاوب وزير العدل استاذ طالب شواني، اكو قسم السجن بغداد يسموه الاستقبال. خلي يطب لي الاستقبال، خلي يطب لي الاستقبال ويشوف الزنادين مال الاستقبال، السبالت، الفرشه مال القاع، الحمامات شنو، احنا بالرجات ولا بالاقسام الحمامات تصب علينا. طيب. جديد. والله تقول قاعدين جوا مطار. اكو والنوف جاي نعاني، جاي نعاني من هاي مال الافراج الشرطي، مثلا اكو ولد ويانا معوق. نعم. ما اريد اذكر اسمه. نعم نعم. كمل محكوميته. عنده غرامه، عنده غرامه 5 ملايين مقابل 5 ملايين 4 اشهر، ما عنده يدفع، والدين ما عنده يدفع، منين يجيب؟ طيب. المهم خلص الاربع اشهر مال الغرامه وعلى اساس يشدوا له افراج الشرطي، النوب جاء وقال له احنا ما نشد لك افراج شرطي. جاب لي ايش الا تدفع الغرامه يلا. ما تدفع الغرامه تكمل الست اشهر مال افراج الشرطه بعد، فوق هاي الاربع اشهر اللي كمله. الرجال ما عنده منين يجي. نعم. هو لو عنده ما يدفع الغرامه. طيب الزنزانه، الزنزانه اللي تسموها الاستقبال اللي هي بها سبالت وتكييفات، هاي شنو نظامها؟ شلون يندفع لها؟ بالشهر، بالسنه، باليوم؟ والله يا كذب عليك اذا اقول لك، بس هاي مال معارف قويه يعني. نعم نعم. معرفه قويه. احمد الله يكون بالعون، الله يكون بالعون ويفك اسركم، وانت رجل كنت واضح وصريح وتكلمت حتى عن نفسك بالطريقه اللي انت شفتها صحيحه، انا اشكرك شكرا جزيلا احمد، والله يكون والله بالعون. والله العظيم ما كذب عليك، بس احنا نريد عمي احنا ارتكبنا غلط، ذنبنا اللي باق له دبه واللي زور له جنسيه. نعم. اريد العفو. اريد العفو خاطر امهاتنا جاي نعاني بالمواجهه، دمرنا والله بالمواجهات بالهاي، والله دمرنا. الله يكون بالعون، اشكرك يا احمد شكرا جزيلا والله يصبركم ويكون بعونكم. نرجع سريعا للسيد عبد الرزاق من بابل، سيد عبد الرزاق باختصار لو سمحت التعليق على اللي سمعته من احمد. وزير العدل يقول ماكو بعد في اي بي، هذا الكلام كان قبل لا اجي، من اجيت بعد خلص لغيت هاي الامور. احمد يقول لا والله بعد عندنا صالات استقبال بها سبالت اذا تريد. بسم الله الرحمن الرحيم، ولك في القصاص حياه يا اولي الالباب. استاذ محمد. نعم. بالنسبه للسجون هي موجوده بها البريء وبها المتهم، بس احنا نسال من الله ان يفك كرب العوائل اللي تنتظر الافراج عن ابنائها. صراحه استاذ محمد بالنسبه للمعامله داخل السجون هي تتبع للشخص اللي المسؤول على السجون، اذا كان عنده ضمير حي وهذه يتعامل ويا بمعامله انسانيه، واذا كان انسان ما عنده اي يعني نوع من الانسانيه ما يحمل القيم الراقيه للتعامل ويا المساجين وهذه حتما تكون تصرفاته مردوده عليه. نعم. فاحنا يعني اتمنى أنا يعني سبب سؤالي لهالجزئيه، اذا كان وزير العدل بهايه ما ذكر الحق وما ذكر الصراحه وما كان صادق على الهواء والناس تتابعه، وذكر معلومات نفاها احد المعتقلين السجناء الان داخل سجن بغداد، هذا اذا كان هذا كلامه معناها يا اما دا يكذب على بقيه المعلومات، يا اما هو فاقد للصلاحيه وبعيد كل البعد عن الصلاحيات المناطة إلى من خلال منصبه، يعني لا يقدر يحل ولا يربط بقضية السجون، ومجرد استهلاك إعلامي اللي طلع ذكره. أستاذ محمد أغلب الوزراء أو بما فيهم رئيس الوزراء وهذا يطلعون يعني استهلاك إعلامي لا أكثر ولا أقل، ماكو مصداقية اليوم بالدقة بكلامه هذه. فحاول يعني يسوي له شو اعلامي لا اكثر ولا اقل. شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق من بابل، اشكرك للمشاركه. نكمل مشاهدينا الكرام مع ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقه وننتقل الى موضوع اخر. اجمع مراقبون على ان اغلب الدوائر الحكوميه في العراق تعاني بشكل يومي من تكدس بشري بفعل ضيق مساحات بناياتها وبطء انجاز المعاملات الحكوميه، ما يؤدي أحيانا إلى شجار أو تدافع بين المراجعين، ويتعرض بعضهم إلى حالات إغماء أثناء انتظارهم في الطوابير الطويلة لإنجاز معاملاتهم، مؤكدين أن معاناة المواطنين أصبحت لا تطاق بسبب الإجراءات التي تجبر المواطنين على دفع الرشا إلى السماسرة ومعقبي المعاملات، وعلى الحكومة أن تجد حلول
وتنقذ المواطنين من مأساة مراجعة مؤسسات الدولة لإنجاز معاملاتهم الشخصية. في هذا الصدد اشتكى أحد المواطنين من طوابير الانتظار الطويلة في دائرة المرور في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار من أجل استخراج رخصة قيادة، مطالبا الجهات الحكومية بتوفير أجهزة أكثر من التي يتم العمل عليها لإنجاز أكبر عدد من المعاملات. لنشاهد. يقول لك تطلع الإجازة خلال ساعة، هاي بالناصرية، هاي توالي، هاي العالم كلها توالها كلها، ويقول لك ساعة زمان ويطلع تطلع الإجازة مال السوق، وهي ساقطة، صار لنا 127 وهسه 5 بالشهر، الحمد لله والشكر. عمده كثروا بالحاسبات، رحمة للعباس أستاذ زياد المحترم، ما يصير هيك، والله ما يصير، والله ذله هاي العالم جاي تتعارك بيناتها. بعد الأمر لكم، كثرونا بالحاسبات، بس هاي نريدها بالحاسبات، حالنا حال المحافظات، أسوة بالمحافظات، عفوا عليكم والله، والله العظيم هاي العالم جاي تتعارك بينات، خطية والله شباب وشياب. ننتقل إلى مقطع آخر ضمن نفس الموضوع مشاهدينا الكرام، ونبقى في محافظة ذي قار، حيث طالب أحد الناشطين في قضاء الشطرة بتوفير دائرة لإصدار الجوازات، حيث أن الأهالي يعانون من صعوبات كبيرة ويضطرون للذهاب إلى مدينة الناصرية لإصدار الجوازات بعد توقف دائرة الجوازات في منطقتهم، مبينا أن نطاق عمل مديرية الأحوال المدنية والجوازات في الشطرة لإجراءات الجنسية فقط. لنشاهد. اجيتوا لكم ببرنامج تعبان، اعطيتوها المستثمر، المستثمر حوله من 25,000 صار الجواز ب90، هسه الناس هم رضت بهذا الشيء. احنا هسه بالشطره تدرون ما عندنا دائره بالشطره حاليا للجوازات، تدرون الموظفين والمنتسبين مبهذلين، تدرون الناس تروح للناصريه دائره ما عندنا، اعطوها المستثمر. المستثمر اجى طقاله فره هنا، قال لهم لا ما تفيدني، انا اريد قاعات، ابني قاعات، قال انا ما ابني، عمل بس ارمم. والحل شنو هو يا وزير الداخليه، يا المحافظ، يا الامه الاسلاميه، احنا بالشطره ما عندنا دائره جوازات، زين وفروا لهم دائره خلي يقعدون بها وقت على ما يبنون، يعني فارغه هسه الناس تدري وين تروح؟ تروح للناصريه واحتمال بعد للرفاعي. شطره محافظه ما عدا دائرة ما جوازات، مبهدلين. ليش؟ ليش 2000 بالشهر طلعون؟ 2000 جواز، 2000 إلا. نستعرض سريعا التعليقات مشاهدينا الكرام على هذا الموضوع. تعليق من حيدر يقول: لعبة روحي، أروح للناصرية وأرجع، ما الشطرة سادينها، هسه مو كارثة هاي؟ تعليق من عباس يقول: صارت شلعان قلب للجواز. وتعليق لدينا من حمودي يقول: والله ردنا نطلع جوازات بس من شفنا الشغلة بطلنا. وتعليق آخر من محمد يقول: شغل المرور كل تخطيط ما عندهم، 100,000 نافذة تروح للشباك الفلاني وروح للشباك الفلاني، وهي يقدرون يخلوها نافذة واحدة بمكان ما، بمكان ما المواطن يخلص يومه بس يفتر وما يخلص. عندنا اتصال من السيد علي من بابل، تفضل يا علي، حياك الله. علي من بابل، علي فقدنا الاتصال ويا سيد علي من بابل يبدو. طيب ويانا السيد ابو محمد من بغداد، تفضل يا ابو محمد حياك الله. مساله السجناء بالحله وبالناصريه، يعني مثلا خصوصا بالحله هسه، نعم. يعني مساله ممنهجه، يعني شتى ما وزاره العدل ما توزع لهم بطانيات، يعني يفتلهم البرد ويعرضون لهم بالحانوت بطانيات تعبانه، سعر واحدة 8,000 بالشارع يبيعهم 40,000 ب50 يتجوزون عليهم اسعار. نعم. وثاني شغله المواجهه نص ساعه، المواجهه نص ساعه، اهاليتنا يروحون على اولادنا نص ساعه، نص ساعه المواجهه يزعلون بهالصحاري هاي وبنص وبنص الجيعان الخربانه، نعم. يلا عودين يعطوهم نص ساعه. اسمعنا اخي العزيز. وياك وياك يا ابو محمد، نعم. ايه فبهذله بهذله، ملابس ما تطب لهم، ملابس ما يطببوا لهم، ليش؟ شنو سببها؟ ليش ملابس ما تدخلونهم وتعرضونهم بالحانوت باسعار غاليه تزامن عليهم سعر؟ ليش؟ مو حرام عليكم؟
ليش تمنعوها من ايش اسمه تمنع النسوان تدخل ملابس حتى تتبعون بالحانوت باسعار عاليه؟ ليش هذا الكلام؟ هذا الكلام المفروض يوجه الى وزير، وطبعا هو اكيد يوجه الى وزير العدل اللي المفروض يعرف كل اخي العزيز، يعرف كل الزين يعرف، بس هي لازمتها ناس كبار يقفصون على العالم، نهضوا العوائل ما ظلت عندها، داحت بالشوارع زين، قامت المره من الناس دايم من قرايبي في 50 في 70 بدات توديها لدنيا. يعني هو لما استلم المنصب ودخل على احد السجون وشاف الاكل اللي دا يقدم الى المعتقلين، يعني ما اتخذ اي اجراء؟ بعد هو شنو دوره؟ انا بس اريد اسالك ابو محمد من وجهه نظري. انا كنت عندهم في فتره من الزمن، كنت عندهم وثاني هناك هسه هناك قرايبي وهناك جوا، يعني حاله ارسالها والله عيب زين، يعني نسوان تتبهذل وبالاخر ملابس ما يطب. طيب انا اريد اسالك ابو محمد، هذا الوزير شنو دوره اذا ما يحل الازمه؟ اذا ما يعالج المشكله بالمعتقلات؟ ما عرفنا ما اكو ناس كبار، اكو ناس كبار هي لازمتها، ما حد يقرب لهم، هذول هم ناس يتحكمون بالحوانيت ومساله الحوانيت، وما قالت هاي مساله بعض لا ما تنحل، كيلو طماطم 500 برا يبيعها ب 6000 جوا، هاي مساله اعتياديه ما حد يقدر لهم زين؟ نعم شيء ثابت زين؟ صحيح. جاهز منك العالم ذابحيه ذابحه، انت ليش ما تخلي العوائل تطب بغراض ولدها وانت تبيعهم بالحانوت؟ يعني شنو معناته انت من تبيعهم بالحانوت؟ انت ليش بتستلم من العوارض تبيع لهم جواب الحانوت؟ تلزم عليهم سعر، السرواله ب 3000 دينار تبيع جواب 15 و20، شنو معناتها يعني؟ نعم. تجاره لو مو تجاره هاي؟ صحيح صحيح صحيح. ها؟ نعم. هذا السرواله هسه طب العلا والحله سعرها 3000 4000 ينباع ب 20 و15 جواب الحانوت، شنو معناتها يعني؟ يعني شو تريدون؟ يعني شلون تريدون تخلي العوارض تجيح بالشارع؟ يعني هي واللي يعني واللي ما عنده يعني واللي ما عنده من المعتقلين او اهله ما عندهم يعني يهمل صحيا، يموت من الجوع، يعاني من البرد. هذا ابو التدرن للسولف بي، ابو التدرن للسولف بي، ابو التدرن الى رب العالمين، هذا البي تدرن يصير جوا الى رب العالمين هذا. نعم زين، طيب الخسائر 99%. ابو محمد انا اشكر حضرتك يعني شكرا جزيلا. والله ما نعم وصلت الفكره، اللي احنا تكلمنا ايضا ويا السيد احمد بن بغداد، هو احد المعتقلين الموجودين، ومثل ما قلنا الرجل كان واضح وصريح، قال احنا ارتكبنا مخالفه، احنا اذنبنا، احنا خالفنا القانون، احنا اللي موجودين بالزنزانة اللي هو بيها، رغم انه هي بعيدة كل البعد عن المواصفات الانسانية، لكن يقول احنا بالنهاية، لكن اكو غيره، يقول اكو حالات كثيرة، 90% من الموجودين بالقضايا مال المخدرات ابرياء، فما بالك بالقضايا مال الارهاب الموجودين بها، هم صحيح معزولين لكن يلتقون يختلطون يسمعون. وأبو محمد أيضا يؤكد الكلام اللي ذكر من خلال ذكرى لجزئيات تتعلق بالمواجهة بالأسعار الباهظة، أسعار سياحية تفرض على النزلاء اللي هم جايين أصلا داخلين بلا ذنب، والتعذيب انتزعت منهم الاعترافات وفقا للتعذيب، ويعانون من إهمال صحي ومن إهمال بالتغذية ومعاملة وحالة نفسية سيئة بسبب سوء المعاملة، وفوقها يفرضون عليهم الطعام والشراب واللباس بأسعار باهظة جدا، أغلى من السياحية حتى. ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام، طالبت منظمات ومراصد حقوقية بضرورة الإسراع في عمليات معالجة التلوث الناجم عن عمليات استخراج النفط في العراق، والتي تسببت في تزايد أعداد الإصابة بالأمراض السرطانية والتنفسية، بالرغم من الشكاوى الكثيرة لسكان المناطق القريبة من المواقع النفطية. ودعت المنظمات إلى حماية السكان من الانبعاثات الغازية المضرة صحيا وبيئيا والتي تصاحب عمليات استخراج النفط، ووضع حد لإهمال واستهانة الشركات باتباع إجراءات المعالجة اللازمة، محذرة في نفس الوقت من استمرار انعدام الرقابة التي يجب على السلطات الحكومية أن توفرها. وبحسب تقارير المنظمات والمراصد الحقوقية، فإن العقود التي تبرمها السلطات الحكومية مع الشركات لا تتضمن نصوصا تفرض عليها معالجة لتلك الغازات، ما يظهر حجم عدم الاكتراث الحكومي واستهتاره بحياة المدنيين. طبعا هذه التقارير أيضا تأكد ارتفاع أعداد المصابين بالسرطان، والسبب هو التلوث البيئي، ولا يمكن حل هذه المشكلات إلا بتشكيل هيئات بصلاحيات واسعة تعنى بشؤون البيئة. طبعا نبقى في ذات السياق، حيث تحدث أحد الناشطين أثناء مروره
بطريق سريع البصرة، تحدث عن الحقول النفطية التي لا ينتفع منها المواطن العراقي في شيء. دعونا نشاهد هذا المقطع الذي تم رصده في محافظة البصرة. طبعا حاليا احنا متواجدين على سريع دولي بطرة، وهاي حقول كلها شركات نفطية عالمية، والغريب من الامر هاي شركات كل اياديها اجنبية وليس عراقية. من الافضل اجيب شاب عراقي اجي خليه يشتغل هنا بهذه الحقول النفطية، لو اجيب هندي وباكستاني وايراني؟ هاي حقول البصرة دائما ما دار، كهرباء ما عندنا، خدمات ما عندنا، بلد كاتل جوع، 40% نسبة عطالة والفقر عندنا في العراق، ولخص مناطق الجنوبية، البصرة أم الخير وكيف هذا الجزء من حقول النفط ومال النفط بجهود فاسدين، وابن العراق حصل عليه الراتب، حصل عليه الصحة، حصل عليه التعليم، حصل عليه الخدمات، كله مهم لهذا. بخت النفط العراقية بجهود الفاسدين، والمواطن اللي بس التلوث والأموال السلطانية. تدري انت محافظة الجنوبية قد ما تبع المؤسسات السلطانية خصوصا البصرة ومحافظة قار وميسان، السبب شنو؟ هاي الابار مشتعلة، شوفها كلها تلوث، تلوث هواء على ابناء محافظات جنوبية. وما بالسفادي حتى مستشفيات خاصة للمؤسسة الرياضية ما عندنا، خصوصا في محافظات جنوب، نسبة ارتفاع الفشل الكلوي، تلوث المياه، السرطان، تلوث الهواء، البيئة مالها متلوثة، وما عندنا لا عندنا تعليم، لا عندنا صحة، لا عندنا خدمات. لذلك احنا ابناء المحافظات الجنوبية دائما نقول يا بهذا النفط ملك الشعب، بس كتبوا الدستور ملك الشعب، مو ملك الشعب، ملك السياسيين، ملك الفاسدين، ملك دول الجوار، الشعب ماكو بس التلوث والموت والفقر. نكمل مع هذا الموضوع مشاهدينا وننتقل إلى مقطع آخر، حيث اشتكى أحد المواطنين من سكان منطقة المعقل في محافظة البصرة من كارثة التلوث البيئي بسبب رمي النفايات في الأنهر الفرعية وحرقها بالقرب من المدارس والمستشفيات، داعيا الجهات الحكومية لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة. لنشاهد. إلى سيد مدير البلدية الأستاذ حسن النجار المحترم، هذه النفايات وهذا كرمون المياه الآسنة موجودة بالمعقل قرب مدارس طبعا وبيوت سكنية، هذه بالضبط هي قريبة على مستشفى المواني، على المدارس ايضا هنا، وتشوفون هاي نسبة والهسه صاير فيها حريق، وهذا التلوث كله جاي يدخل على هاي المدارس اللي هنا، هذه تاثر عليهم امراض التخان، طلاب شلون راح يدرسون ما اعرف. هذا الموضوع امام انظاركم استاذ حسن النجار، اتمنى تتخذون به اجراء سريع، لان الناس تجي تذب نفاياتها هنا، وبالاضافه الى ذب نفايات هنا، وبعدين يصير انه تنحرق. ليش؟ لان ما اعتقد هم ماكو حاويه قريبه بهذا المربع اللي هي قريبه الفلكه اللي قريبه على ملعب الميناء، ماكو حاويه. اتمنى انه يتم معالجه هذا الموقف، وخاصه موضوع حريق النفايات، حرق النفايات هذا جاي يلوث الجو. منا عندكم طلاب واكو مدارس، وهذه مدارس ايضا قريبه، يعني أتمنى أنه يكون لها حد سريع. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا وننتقل إلى مقطع آخر، حيث حذر أحد الناشطين في محافظة النجف من تفاقم التلوث البيئي في المحافظة وبالتحديد في حي الحرفيين بسبب الطمر الصحي الواقع بالقرب من المصنع أو من المصانع التي تعمل بمثل هذه الأجواء المسمومة لإنتاج بعض المواد الغذائية. لنشاهد. هذا الطمر الصحي مو خارج النجف، هذا واحد من الأطمار الصحية السيئة بمحافظة النجف، وسط محافظة النجف بحي الحرفين. كل هاي المنطقة تضم مصانع لتعليب الأطعمة والأغذية، وهذا واقع الطمر الصحي. ما يعني ما وصلت لكم هسه الريحة اللي هنا، شنو هذا الهواء يهب من هنا، يحمل الروائح التيروز وغير الروائح هاي الطيبة والغازات السامة، يحملها ووجهها مباشرة على المصانع والمعامل. يعني هو هذا دعم المصانع والمعامل والمنتج المحلي، ندعمهم برائحة جيدة، باقي لهم ما عندهم شيء، بس ان انا اسوي معمل مال تصنيع روائح نعلبها ونصدرها للمحافظات. الاطمار الصحية يا مجلس محافظة النجف، يا حكومة النجف، توزيع الاطمار الصحية داخل مدينة النجف خطأ. كل الحكومات السابقة ما حلت هذا الموضوع. عمي يجب عليكم تغيير أماكن الأطمار الصحية بالنجف، شيء بشمال النجف وشيء بجنوب النجف.
غيروها، غيروا واقع المدينة البائس. تابع تعليقات مشاهدينا على هذا الموضوع. كاظم المحمداوي يقول تلوث قضى على الكثير من الشعب العراقي بسبب الانبعاثات الغازية غير المسيطر عليها وإصابات السرطان والأمراض المزمنة والشلل الدماغي. صباح يقول المشاكل كلها من النفط والغاز اللي يحترق ومخلفات المستشفيات والمعامل في الأنهار. أحمد يقول مع الأسف لوين وصل بهم الاستهتار بأرواح الناس. وعبد الحسين يقول أسمعت لا ناديت حيا لكن لا حياة لمن تنادي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ننتقل المشاهدين إلى فقرة الهاشتاج. تفاعل مدونون وناشطون في منصة إكس مع وسم خذلان غزة جريمة للتنديد بحرب الإبادة الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال الصهيوني ضد المستضعفين الأبرياء المحاصرين في قطاع غزة. لدينا بعض التعليقات بشأن هذا الوسم. صفا يقول ما زال إخواننا في غزة محاصرون، ما زالوا يقتلون، دماءهم تراق وليست ماء، بل وفوق ذلك جائعين. هل ألفنا حالهم ونسيناهم؟ هل وصل عجزنا حتى عن أن نذكرهم وندعو لهم؟ اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا قريبا لإخواننا ونعوذ بك أن نألف حالهم. في تعليق من حمزة يقول لا يزال الظلم والقهر يتزايد على إخواننا في غزة، حصار وجوع وقتل وتهجير، وكثير منا أزاح نظره عنهم وهجر قلبه التأثر بمصابهم وقصر وابتعد عن نصرتهم وعاد إلى حياته وكأن شيئا لم يكن، والواقع أن الدماء لا زالت تنزف، فهل هانت علينا دماؤهم؟ أحمد يقول اللهم نشكو إليك ضعفنا وعجزنا وكل حابس حبسنا عن الوصول لإخواننا، اللهم انصر من نصر دينك وعبادك المستضعفين واخذل من خذل دينك وعبادك المستضعفين، اللهم فرج عنهم ما هم فيه واحقن دماءهم واطعم جائعهم وأمن خائفهم وتولى كل أمرهم. وهدى تقول خذلان غزة جريمة وسيحاسب الجميع عليها يوما ما بدون أدنى ريب. بهذا مشاهدينا الكرام أصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.